السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اخوان، من قبل ما نبدا الفيديو كندعوكم للاشتراك. اللي كنتي اول مره كتشوف القناه ديالنا تابونا، ولا عجبك الفيديو خليه ماشي لايك. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال استخراج الموديل سات ريجسترد كوميرس عبر الموقع ديال المحكمة التجارية الرباط. أول حاجة كنجيو لهاد الليان اللي غنخليه لكم في الديسكريبسيون، موقع ديال اللي غندخلو ليه، الموقع الإلكتروني لطلبات الوثائق service-online-justice.gov.ma. نخلي لكم الادرس ديالو في الديسكريبسيون، تبعوا معايا الطريقه. اول شيء الاخوان كنجيو لهنايا طلب جديد، كنديرو كيقول هنا يرجى الاطلاع وقبول شروط الاستخدام، كنديرو بدء العمليه، كنوافقوا على شروط الاستخدام، نديرو بدء العملية، تحقق، كنديرو هاد الرمز الكابتشا، جي. الخطوة التالية كنجيو لنوع الطلب، بغينا سجل تجاري، نوع الوثيقة بغينا نموذج سبعة موديل سات. كنجيو لتحديد المحكمة، كنختارو واش المحكمة ابتدائية ولا تجارية. في هاد الحالة عندي محكمة تجارية بالرباط. اختيار المحكمة كنجيو كنديرو محكمة تجارية بالرباط. التالي كنديرو الشخص ذاتي ولا شخص معنوي، كنديرو هنا شخص معنوي حيت شركة. إذا كان شخص عادي كدير، كان بيرسون فيزيك كدير شخص ذاتي. هنا في هاد الحالة عندنا شخص معنوي، هناك البحث بواسطة رقم سجل تجاري أو ليسيو أو اسم الشركة أو سين أو لطاقة بروفيسيونيل. هنا في هذه الحالة غادي نختاروا رقم سجل تجاري، أقرب حاجة اللي كتكون متوفرة قدامك. نمشيو كنكوبيو رقم ديال السجل التجاري، كنجيو هنا كنكوليو كنديرو بحث، كيعطينا اسم الشركة، كيعطينا الفورم جيوريديك ديالها، الكابيتال، النيميرو د ار سي. كنكوشيو هنا، كنجيو لهنا المؤسسة المعنية. كتشوف نتايا علاش بغيتي هاد ريجيستر د كوميرس، واش بغيتي تدفعو شي مؤسسة معينة من هادو اللي كيبانو قدامك، او لا كتجي كتدير اختيار اخر، كتكتب لهم في تحديد المؤسسة بغينا هذا الريجستر بو ان يزاج ادمينستراتيف. كنديرو التالي، كنجيو للهوية ديال صاحب الطلب، واش شخص او شركة او مهم، كان شخص
راك كدير الاسم العائلي والشخصية والبطاقة الوطنية إلى آخره، كتعمر المعلومات، كتعمر البريد الإلكتروني حتى هو الأهم، باش كيصيفطولك فيه ريجيستر كوميرس. وإذا كانت شركة راك كدير الشركة، كدير اسم الشركة، رقم السجل التجاري، وكدير البريد الإلكتروني. أنا في هذه الحالة غنديرو شخص، غنطلبها بالاسم ديالي، نوع البطاقة هنا كيقولك وجه السفر ولا رخصة السياقة أو سجل تجاري. كنديرو رقم البطاقة الوطنية، نتأكدو من أدرس إيميل، محكمة تسليم، محكمة تجارية بالرباط، نديرو التالي. هنا كتأكد بأن جميع المعلومات اللي دخلتي صحيحة، كتقول لهم أصرح بأن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة. كتكوشي هنا، كدير إضافة الطلب، هنايا كتسكاني ليكرون أو كتصور هذا رقم الطلب، في حالة ما تعطلو لك كدير سويفي بهذا النيميرو هذا اللي كيظهر على الشاشة. هنا كنفضل نصوره بالهاتف باش يبقى عندي، وكندوزو مباشرة للأداء الإلكتروني كيف أنقر هنا. الواجب 20 درهم، الواجب أداؤه. تخلصها أونلاين. هنا الإخوان في استمارة الطلب، كتختار طريقة الدفع، واش عبر الماستر كارد أو الفيزا أو سي إم إي لأصحاب البنك الشعبي، اسم صاحب البطاقة، كتاخد المعلومات من البطاقة، غنعمر المعلومات وغنرجع لكم. بعد ما عمرنا المعلومات كدير تأكيد الدفع، كي يعطيك هذه الصفحة كدير فيها الرقم السري ديال الأداء اللي كتكون واخدو ديجا من عند لابونك، كتكون من 4 أرقام. دير فاليدي، فوالا تم معالجة ترخيص الدفع بشكل صحيح. امبريمي هاد الروسي باش يبقى عندك. نعود إلى الموقع، إلى هنا نكون قد أنهينا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا،
ما تنساوش الدعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.